عليه الغام. يعني بالنسبة لحماية الطبيعة عندنا ما يوازنه أكثر من 67% من الصادرات الصناعية اللي كتمشي من مدينة أسفي، وهذا كيعطي واحد القوة كبيرة جدا كقطب اقتصادي كبير. إذا هاد الوضعية ديال الجهوية وبالإمكانيات الكبيرة اللي كتعطى اليوم الجهوية المتقدمة، يمكن أن نعتبر هذه الفرصة للاستفادة بطبيعة الحال، لأن الحاجيات ديالنا في المدينة ديالنا في الوطن ديالنا هي حاجية لا متناهية، الخصائص لا متناهية، ولكن تنجم تدير واحد التعاقد. هذا التعاقد هو برنامج العمل اللي يمكن تكون عندنا 1000 حاجة، تكون عندنا 2000 حاجة، تكون عندنا 10000 حاجة، ولماذا لا كل واحد بالحاجة، يعني بالحاجة ديالو. و تعرفون ان المشرع حينما يعني اصدر، وحينما تم اصدار القوانين التنظيميه لهذه الجماعات 111 114 113 114، واللي هي على التوالي ديال مجالس الجهات ومجالس اعانات الاقاليم ومجالس الجماعيه، في مواده، في بعض مواده، كل هذه القوانين في بعض موادها تحدثت عن إمكانية تحيين هذه البرامج. هذه البرامج تكون لمدة ديالها 6 سنوات، يعني من انتخاب الجماعة الترابية أو المجلس إلى نهاية الولاية. بسم الله الرحمن الرحيم. مدير الوزنين منسق الجهوي الإصلاح الإقليمي الاتحاد المغربي لمجال جمعية المجتمع المدني. اليوم كنظم الاتحاد ندوة ديال الجماعات المحلية البرامج التنموية ديالها، الواقع والآفاق وإكرارات تنزيل في إطار البرنامج الدوري للاتحاد، بعد عقد مجموعة من اللقاءات التواصلية مع مجموعة من المسؤولين ديال المصالح الخارجية والشركات المواطنة والجماعات المحلية. هاد الندوة اللي من خلالها كنحاولوا نديروا تحسيس وتنشيط النقاش العمومي بحضور مجموعة من الفعاليات المسؤولة بالإقليم الأسفي واللي كتواصل مع المجتمع المدني والمواطنين عامة، على اساس باش يكون استفسار وتواصل اسئله يعني البرامج التنمويه اللي كاينه، يعني المشاريع الكبرى المهيكله، اكراهات التنزيل ديالها، يعني المشكل ديال التتبع ديالها، المشكل ديال التمويل ديالها، يعني وتيره تنميه وتيره استمرار، يعني هاد لافونسمون دو طرافو ديال مجموعه من المشاريع في الاقليم الاسفي. هذا الشيء كامل من خلال الادوار الجديده اللي كيعطيها الدستور ديال الديمقراطيه التشاركيه، كنحاول ان نفتحوا مجموعه من النقاشات العموميه للتواصل مع المسؤول السياسي خاصه ومسؤولين بصفه عامه. وشكرا جزيلا. حول يعني حضور الشباب فيها قضايا الشباب، وسريعا غياب البعد التشاركي في وضع هذه البرامج، وطبعا هذا بمستويات مختلفه. انا اعرف بان على مستوى المجلس الاقليمي على مستوى الجماعه بالنسبه للاسفي كان في جهود على مستوى اشراك الفاعلين المدنيين والجمعيات الإعداد ديال المخططات ديال برامج العمل والمخططات ديال التنمية، لكن نقول لك على مستوى الجهات اليوم مازال ما عندناش حتى الآليات ديال آليات ديال التشاركية. الكلمة الآن السيد إبراهيم ممثل السيد رئيس قسم الجماعات بإقليم أسفي فريق رمضان. وبالتالي فبرامج العمل باش تكون قابلة للتحقيق، يعني خصها تكون برامج يعني تراعي خصوصيات كل جماعة لحدها والإمكانيات المالية ديالها. كيف ما كنعرفوا أن الإمكانيات المالية يعني تجي من يعني الموارد الذاتية ديال الجماعة، أو من يعني اعتمادات تقدر تكون محولة من طرف المصارف المركزية، أو ممكن أن الجماعة إلى ترافعت ممكن أن تتبرمج في إطار ديال شراكات، لأن باش تحاول تجيب شركاء أخرى من أجل يعني بلورة أو تنفيذ بعض المشاريع. في انتظار المراسم التطبيقيه لهذا البرنامج عمل الجماعه، وبالتالي حتى هذه المرحله الاولى مرحله راه دازت دغيا، لان اغلب الجماعات راه ما انتهت من المصادقه على تصميم برنامج عمل الجماعه حتى الاكتوبر دوره اكتوبر ديال 2016، وبالتالي ما كانش وقت كافي لا للتقييم ولا للاشراك ولا للتشاور، وهذا مشكل ايضا تقني، اذا يتعين تجاوزه في المرحلتين. كذلك المشكل ديال ان المجتمع المدني اصبح مجتمع في اطار الديمقراطيه التشاركيه هو شريك لهذه البرامج من اجل ابداء الراي، لان كل الاختصاص لان اذا كان على مرتبه الاختصاص، الاختصاصات محدده، اختصاص الجامعه الترابيه في مسائل الفرق المسائل المرتبطه بالمواطن، كذلك هناك اشكاليه ديال التموقع داخل
هاد المخطط ايضا. الساده الحاضرين، ياسين كردودي مستشار جامعي بجامعه القاهره. كنبغي نشكر السي تي بي مستشار معايا في الجامعه الكلام اللي قال. غير السؤال هو العراقيل التي تعيق التنميه، هذه ما تحتاجش تفسير او لغه خشب، هذه راه باينه صراعات سياسويه. السياسيين مع بعضياتهم ملي كينجحوا كيصيروا على بعضياتهم مطحين، حتى كتسالي 6 سنين كيعاودوا ثاني يترشحوا ثاني يصيروا ثاني يضعوا في بعضياتهم ثاني كتسالي 6 سنين، هذه راه باينه حياتنا هكا مشات. هذا من جهه. بالنسبة للشيء بالنسبة للمشاكل، كيف ما سبق لي وقلت بأنه 80% ديال المشاكل غادي نلقاوها هي في التواصل، لانه كنلقاو المشكل انه المواطن طالع عليه الدم ومقلق وكذا، ولكن ملي كيهبط عنده المسؤوليه تصنت ليه كتحس فيه صافي مرتاح. كنلقاو 80% ديال المشاكل هو انه المسؤولين السياسيين ما كيهبطوش للشارع، ما كيهبطوش يتصنتوا للمواطن. مش الوقت، حال الوقت، لانه المسؤولين السياسيين خصهم يهبطوا للشارع ويتصنتوا للمواطن. هذا يعني كيف نقول لك، اصبحنا ولينا كنشوفوا السياسيين غير في مواقع التواصل الاجتماعي فقط، باش نكون معك واضح. كنظن بانه جا الوقت لانه المسؤولين السياسيين هبطوا الشارع، هبطوا عند المواطن، تصنتوا المواطن. بالنسبه ل هذا مثل نقطه من جهه. كما سبق لي وقلت بان هذا التوتر اللي اصبح كيعم جميع الجماعات بانه يوجد خلل في البنيه التحتيه السياسيه، ولا اريد التعمق في ذلك، وان احتاج البعض ان اتعمق في ذلك فانا مستعد، ما عنديش مشكل. ف كيف ما كنبغي ناكد على الكلام ديالي، كنقول بانه 80% ديال المشاكل اللي كنعيشوا منها، اللي كنعيشوا فيها حاليا، هي انه المشكل ديال التواصل، بانه المسؤولين السياسيين ما كيهضروش الشارع، ما كيتواصلوش مع المواطنين. مخطط برنامج الجهوي للتنميه، ما حصه اقليم اسفي للمشاريع وبرامج تنمويه، مع العلم ان حصينا 13 مليار تاع درهم بالتاريخ 13/3/2017 وشكرا. التراب والنموذج التنموي الترابي ما هو الا احد مخرجات نموذج التنموي المغربي. النموذج التنموي المغربي الان وصل الى ماذا؟ هناك ما حقق وهناك ما لم يتحقق. ما لم يتحقق هل هو بسبب العراقيل قانونية أو إدارية، أم بسبب سوء تدبير العنصر البشري؟ هذا السؤال الأول. عندما نتحدث على مستوى المحلي، أي مشروع تنموي على مستوى الترابي لا بد من عدة متدخلين. هاد المتدخلين على الاقل عندنا 6 ديال المتدخلين، عندنا السلطة، وعندنا الجامعة الترابية، عندنا الوكالة الحضارية، عندنا لاراديس، عندنا الوقاية المدنية، عندنا السكنة والتعمير، عندنا الأمن. واحد رأي من الآراء ديال هاد 7 أو 8 ديال المتدخلين إذا لم يتطابق مع ما تراه إدارته فإن هذا المشروع لن يخرج إلى حيز زوج. أحمد فوناس، عضو الاتحاد المغربي لمجالس وجمعيات المجتمع المدني، منسق القطب الالتقائية والاتصال والتواصل. تنظيمنا لهذه الندوة يأتي في النصف خاص بالفترة الزمنية الخاصة بالانتخابات الجماعية وتولي منتخبون تسيير وتدبير الجماعات الترابية اللي هو 6 سنوات. الآن بعد مرور 3 سنوات طرحنا هذا الموضوع الخاص بالبرامج التنموية الخاصة بالجماعات، الواقع والآفاق وإكراهات النزل. فكما يعلم الجميع على أن مسؤولية تدبير الجماعات الترابية هي من مسؤوليات
المنتخبون ومن مسؤوليات المجالس. ولكن المجتمع المدني بعد الدستور 2011 أصبحت له أحقية في الرقابة وفي تتبع وتنفيذ وتقييم المشاريع والبرامج التنموية الخاصة بالجامعات، وهذا ما تأتى لنا الآن بتنظيم هذه الندوة. ففي هذه الندوة قمنا بمساءلة المنتخبون وعلى رأسهم جماعات الترابية، وكذلك حضور ممثل عملة إقليم أسفي المكلف بمصلحة الجماعات الترابية، من أجل إيصال معلومات وتقاسم المعلومات الخاصة بتدبير المجال الترابي للجماعات. فمدينة أسفي لم تعرف إلى يومنا هذا مستوى التنموي الذي نطمح إليه، وكذلك الذي تطمح إليه الساكنة. فما أحوجنا إلى برامج تنموية يعرفها الشارع وتكون قريبة جدا للساكنة. وشكرا لكم.